UNFM 91.2. هي لجنة الحكم والعمل البلدي والبيئي في البرمجة السنوية رفعنا شعار أنه مشروع القرب أو تحسيس المواطن وإزالة هذه المناطق السوداء في ولاية صفاقس. اختارنا المنطقة هذه عن شخروحو اللي تشهد ثقال جميل أكثر من 11,000 ناس مسكنة، وثم نقطة سوداء قديمة مدرسة قديمة صغيرتنا. جمعنا بعض التبرعات مكنا باش نشيو حاوية بيئية، وتحت شعار هكا صفاقس خير وصفاقس نبنيوها بيدينا، هذا شعار متاع اللجنة. عملنا بحث كامل على صفاقس، عندنا مندوبين مواطنة قسمناهم على صفاقس كاملة، وعملنا سيرفور على صفاقس، حددنا ياسر نقاط سوداء فين فما ياسر أوساخ. بدينا بالنقطة هذه لأنه الكثافة السكانية من شيرة ولأنه قريب المدرسة، قلنا نبدأ بها. قمنا بأكسيون أنا أول حاجة عملنا إسبيان وهي حملة تحسيسية، وهوني نحب تحية للشباب اللي ما شاء الله عليهم أمس عملوا 100 و300 عائلة داروا بالدار. الإسبيان هذا توجيهي للتحسيسي أنه أهمية النظافة، وأن يتم تضاف الجهود بين البلدية وبين المواطن باش نقضيو على هذه النقاط السوداء ونقيموا بمصالحة وإعادة الثقة بين المواطن البلدية. كيف نجيو نشوفوا نلقاو ديما عندنا إشكاليات معناها في المنظومة هذه، ونقولوا علاش، وهي على خاطر مثلا مشكل همسة الوصل بين معناها هذوما الأطراف المعنيين بالمنظومة هذه، وإحنا هذه اللي هنا معناها حبينا نركزوا عليها معناها كشبكة، كونوا معناها نحبوا نكونوا همسة وصل بين المواطن وبين معناها البلدية فيما يخص معناها رفع القواضي المنزلية. تظاهرة هذه تحت شعار هكا صفاقس خير، عاملينها على أساس أنه نساهموا في إنقاص الاحتقان بصفة عامة ما بينات، وهكا قلة الثقة اللي بدأت تتواجد أكثر وأكثر ما بينات المسؤول والمواطن. المواطن التونسي شنو الحاجة؟ أنه مشكلته أنه الفضلات نتاعو ما عندوش وين يحطها، يعني حتى قدام داره تبقى بالنهار ونهارين وثلاثة، يا أما العون بلدي يتعدى مباشرة وما يهزاش، يا أما ما يجيش كومبليتمون. هذا في إطار هذا الفلسفة اللي عملناها للاستبيان للتوعية، وفي نفس الوقت هذا وبعد نعملوا احنا كي التقرير ونعملوا عقد شراكة بينه والبلدية لمتابعة العون البلدية في الالتزام بهذه الفضلات. المنظومة هذه باش تكون باهية يلزم يكون هو معناها طرف فاعل في الشيء هذية بالتزامه بإخراج معناها الفواضل في توقيت معين، خاطر معناها باش نربطوها بالتوقيت رفع الفواضل معناها اللي تقوم به البلدية. لهنا الزبلة ما هيش باش توصل لان ديزيام من اللي كانت غادي. ايش نقول لك علاش؟ باش ينقص علينا احنا الجزاره اللي صبوا لنا في فضلاتهم ما غير اكياس، بلاش اكياس، باش ينقص علينا العباد اللي 7-8 كيلومتر يجيبوا لنا في القماش نتاعهم، الجرد اللي تتنظف وتتصب غادي. تو يلزم شكون يقعد يغاديك باش هاكم اللي يجيو بالكماين وبالكريم يقولوا لهم راهو هذا ما عادش مصب. تظاهر هذه على نهارين، اليوم تبدا في تنصيب حاوية بيئية، وهذه إن شاء الله تكون البداية الأولى وإن شاء الله ما هيش الأخرى، على خاطرنا كل شهر نصب حاوية في نقطة من النقاط السوداء اللي حددناهم. بالطبيعة الميزانية راهي تحكم، أما حاليا حددنا هدف إن شاء الله سنة 6 نقاط سوداء.